ثانية واحدة، أنا ما ابتديتش أسجل، معلش هرجع تاني من الأول، معلش هبدأ تاني. ما بنتكلم على آخر شابتر في الكورس، هو بيركز على موضوع التلوث اللي بيطلع من الإنجن، تمام؟ وده طبعا مهم جدا، إن أنا لما باجي حتى بعمل ديزاين أوف أن إنجن وبعمل لها يعني كوميرشاليزيشن وببيعها، فدلوقتي بقت العملية صعبة جدا، إن ما بيقبلوش الانجن الا اذا كانت بتمر بمراحل من الاختبارات ان البوليوشن ليفل بتاعها بيكون ايه؟ اقل من حد معين. فلما نتكلم على كلمه تلوث هواء، فبنيجي نقول ان الهواء ملوث او الهواء كذا. طب قبل ما نتكلم على انجن بقى، لازم الاول نعرف حاجه اسمها الاير كواليتي. يعني زي ما بنقول مثلا، انت كده الصبح كده صاحي، فتحت الشباك، بتشم نسمه عليله، هواء نظيف، قاعد في مناطق زراعية، شامم هواء نظيف، تيجي في وسط البلد تلاقي هواء ايه؟ يخنق، بتحس كده بخنقة في صدرك، بتحس مش عارف ايه. فالكواليتي اوف ذا اير ليها كذا فاكتور عشان اعرفها بيه. من ضمن الحاجات بتاعت الكواليتي اوف اير بالنسبة للاير كونديشننج مثلا، انا ما بقولش درجة الحرارة فقط هي اللي بتحدد الكواليتي بتاعت الاير، اللي هي بتديني يعني ساتسفاكشن او راحة او كومفورت للايه؟ للهواء ده. لا، درجة الحرارة مع نسبة الرطوبة. يعني انت مثلا، ادي لك مثال، مثلا في اوروبا لما بيكون درجة الحرارة سي 30 او 35 درجة بتبقى زي 45 عندنا هنا في مصر. لان في اوروبا مثلا بيكون في معظمها بتبقى فيه امطار وكده، فنسبة الرطوبة عالية قوي. فدرجة الحرارة 30 مع رطوبة عالية بتبقى equivalent لإفكت بتاع 45 مع رطوبة قليلة. دكتور، هو مش ده يبقى زي آسيا؟ مش بالظبط. يعني انت مثلا في آسيا، لو انت رحت مثلا دول فيها زراعات كتير او حاجات زي كده، بتلاقي نسبة رطوبة عالية جدا، احيانا بتوصل مثلا 80 90%. فكلمة 80 90% رطوبة مع درجة حرارة كذا بتبقى اكتر تأثيرها على البني آدم من درجة حرارة عالية مع جفاف او مع جو جاف شويه، خد بالك. عشان كده كان زمان، ودي حاجه الواحد بيبقى حزين عليها، مثلا نيجي نقول ايه، كان زمان ما اعرفش اللي شاف افلام ابيض واسود يقول لك لما واحد بيقع بصدره يقول لك روح وديه حلوان. عشان حلوان المياه كان، الكبريتية نعم، عشان المياه الكبريتية لا عشان الهواء بالذات كمان، المياه المياه الكبريتية الكبريتيه علاقتها حاجه، بالمياه. بس الهواء هناك كان هواء جاف وكان هواء جميل، وكان الناس اللي عندها امراض صدريه كانت بتروح تقعد هناك للاستشفاء. دلوقتي البني ادم الصحيح بيروح هناك عشان يعيا بامراض صدريه، خد بالك. فدي بنسميها الاير كواليتي، يعني انا بوصل بكواليتي معينه. فكلمه اير بوليوشن باي ديفينيشن هي بتقول ان انت بتلوث الهواء نتيجه وجود هارمفول ماترز introduced into the atmosphere، حاجات مضره. That leads to human or animal or any living organism. مش بس بني ادمين، لا، ده بتاثر على الحيوانات، بتاثر على اي كائنات حيه، الطيور، بتاثر على اي حاجه. فيا اما توصله لامراض، او ممكن تاذيه بالموت، او تديله discomfort، ما يحسش كده انه قاعد مرتاح، قاعد مخنوق، قاعد تعبان، تمام. وده this leads also to damage the environment، بتدمر البيئة. فطبعا دلوقتي العالم كله بيتكلم على ال war، يعني اللي هو ال global warming. global warming دوت بيجي نتيجة ايه؟ نتيجة تزايد انبعاثات ال CO2. ال CO2 دي بتكون غلاف بيمنع ارتداد الحرارة من سطح الأرض، فمعنى كده بتعمل trapping للهيت في الأرض، فدرجة الحرارة عمالة تزيد. عشان كده برضو بيبتدوا يعملوا عقوبات شديدة على الدول الصناعية. ايه هي العقوبات؟ ان انتوا لازم تدفعوا عشان تعملوا حاجة عكسية، عشان تعمل تعادل شوية في موضوع الـ CO2 emission اللي طالع من المصانع بتاعتكم، زي ألمانيا وزي أمريكا والدول ديت يعني. طيب بعد كده بنقول ايه مصادر الـ Air Pollution؟ فهم طبعاً مصدرين، يا اما هيومن اكتيفيتيز يا اما ناتشر سورسز. وطبعا الهيومن اكتيفيتيز كل ما زيادت عدد السكان عماله تنتعش، كل ما طبعا الايه كميه الملوثات دي بتكتر.
فمن الهيومن اكتيفيتيز اللي احنا كلنا بنعاصرها اللي هي طبعا وجود الباور بلانتس اللي هي تستخدم الفوسيل فيولز اللي هو الهيدروكربونز والحاجات دي تحرق في الجو فبالتالي بتطلع انبعاثات. طبعا لو باور بلانت شغاله بالرينيوبل انرجي دي زي الفل. المصانع الموتور فيكلز اللي هو الجزء اللي احنا بنشتغل فيه في الكورس ده. الفيومز فروم ديفرنت سورسز الويست نيوكلير. طبعا نيوكلير جايه منها راديشن وجايه منها وارمينج برضو لان النيوكلير انرجي لما بستخدم نيوكلير باور بلانت برضو بتطلع حراره فبرضو ده بيعتبر جزء برضو من الايه. استفسار يا دكتور. نعم. بخصوص الكارز الافضل ان احنا نتعامل من ناحيه الاثر البيئي الالكتريك فيكلز ولا البايو ديزل؟ بمعنى الالكتريك فيكلز بتخلي كل الامباكت عند محطه الطاقه بس، البايو ديزل بيبقى انبعاثات اقل ولكن منتشره، فانهي الافضل من ناحيه البيئيه؟ كلامك جميل جدا. احنا دلوقتي بنقول ايه لو انا بتكلم على باور بلانتس موجوده في حتت بعيده عن المدينه وما بتاثرش سلبا على المدينه، بمعنى انها مش موجوده في اتجاه الريح مثلا، واخد بالك، ما بتنقلش الملوثات دي جوه المدينه، فطبعا يبقى انا بتكلم على الالكتريك فيكل افضل، لان انا لما بستخدم الالكتريك فيكل باخد التشارجنج بتاعها من الباور بلانت، صح؟ يبقى بالتالي محتاج طاقه اكتر في الباور بلانت عشان تشحن العربيات دي. وعايز اسالكم سؤال، هل كميه الانرجي اوفرول بتقل مع استخدام الكتريك فيكل ولا بتزيد؟ اعتقد بتزيد. تمام، ليه بتزيد؟ الصوت مش واضح بس ليه بتزيد؟ عشان اللوسز هتبقى ازيد. بالعكس، هو يعني كفاءة البطارية في الكهرباء 98. نعم، كفاءة البطارية في الكهرباء بتبقى 98 99، اما كفاءة البطارية الميكانيكية زي ما احنا درسنا بتبقى 40، مع التحسين تبقى 45. انت راجل مهندس بقى لازم تعملها بالطريقة الآتية. هتحط السيستم كله قدامك وتقول انا عندي السيستم عبارة عن باور بلانت وعربية، تمام، العربية دي كهرباء بتاخد طاقة من الباور بلانت، هي مثلا محتاجة سي 100 كيلو وات، اوكي، بتاخدهم للتشارجنج من الباور بلانت. طيب لو كانت عربية شغالة بالديزل كفائتها دي، يعني انا هنا هحرق الديزل جوه العربية او هحرق البنزين جوه العربية، فالكونفيرجن افيشنسي بتاعت الفيول في العربية دي والكونفيرجن افيشنسي بتاعت الفيول جوه الباور بلانت دي، واضحة؟ يعني انا مثلا لو بتكلم على انجن بتاعت عربيه انا عارف الافشنسي بتاعت الايه الكومبشن بتبقى كذا، فبالتالي انا بحرق الفيول هنا بكفاءه معينه، هنا بحرقها بكفاءه تانية. طيب انا باخد الباور مره واحده كده من الباور بلانت ولا الاول بحولها في الجنريتور وبعدين بحولها في الايه في الجريد سيستم وبعدين توصل للايه للعربيه؟ ده كل ده مش فيه لوسز في السكه؟ يبقى دي الحسبة اللي لازم تحسبها، تقول أنا لو محتاج نفس الطاقة، تمام، هشغل المود الأولاني عربيات شغالة بنزين وديزل، المود الثاني عربيات شغالة كهرباء بس أنا محتاج نفس الطاقة، تمام، يبقى لو في المود الأولاني باخدها من العربية مباشرة بكفاءة سي 55% أو ممكن مثلا أقل أو في الرينج ده. الباور بلانت كفاءتها قول مثلا لو هي ثيرمال باور بلانت عادية مش كومبايند بتوصل قول 40%، يبقى ما بين دي ودي في 15% فقد بس نتيجة الافيشنسي بتاعت الكومباشن. تاني حاجة اللي انا هاخده من الباور بلانت قبل ما بتنقل على الجريد ومن الجريد على السيستم في جزء برضو بيتفقد، فالفقد ده لازم يتاخد في الاعتبار. يبقى في الحالتين انا بلاقي ان انا بشتغل عربيات كهرباء هحتاج مور انرجي عشان تو دو ذا سيم فانكشن زي ما بشتغل بالعربيه الايه الثانيه، يبقى بحرق فيول اكتر، صح كده ولا مش صح؟ مفهوم، تمام. فهو ده الديزل افضل بقى. فهو طبعا افضل من ناحيه التوتال ايميشن، من ناحيه التوتال ايه ايميشن. وبرضو عندك حاجه تانية، البرودكشن بتاع
الباتريز والكومبوننتس بتاع الالكتريك فيكل، مش انت بتصنعها؟ كله ملوث للبيئه، الليثيوم ايونز وال بالظبط، والليد باتريز كلها ملوثه للبيئه كصناعه. فانت ما بتبصش على الاند برودكت، لا لازم تبص على البروسيس من اولها لاخرها. من اولها حصل ايه لغايه لما وصلت ان انا انتجت العربيه دي، سواء كانت الكتريك فيكل او سواء كانت انجن، والبروسيس الثانيه، وقارن دي بدي، وفي الاخر اطلع بالايه، بالكونكلوجن. لو انا مثلا حاطط حاجه في باور بلانت في مناطق بعيده جدا، قريبه من الصحراء مثلا او قريبه من مكان، حتى ولو على النيل بس بعيده عن المناطق الحضريه، وبحرق فيها فيول اكتر، والملوثات بتروح في حتت مش بتاذيني، اتس اوكي. وطبعا الموديل الاحسن هو مين يا شباب؟ العربيات الكهرباء دكتور. نعم العربيات الكهرباء احسن من العربيات البنزين. لا انا بكلمك طول ما البنزين رخيص يبقى البنزين احسن. انا عربيات الكهرباء ممكن استخدم مصادر الطاقه متجدده علشان اعمل كهرباء، بس انا مش هقدر اشغل عربيه بنزين من غير بنزين. ما هو ده النقطه اللي انت قلتها، هو ده اللي انا كنت عايز اسمعها، وهي ان انا عندي الفرق في الموديل الاحسن، ان انا اشحن العربيات الكهرباء من باور بلانت شغاله برينيوبل انرجي. كان في نوره رفع ايديها. طب دكتور، هو ليه طالما هي ليها توتال ايميشن اعلى، ليه في يعني اتجاه عالمي لان احنا نستخدمها وبيروجوا لها ان هي تاثيرها احسن على البيئه؟ ما هو تاثيرها لوكالي على البيئه، يعني انا بقول ان انا مثلا عايز يعني منطقه القاهره تشتغل عربيات كهرباء، فمنطقه القاهره لو ما هياش حواليها باور بلانتس عملاقه، وبتزيد طبعا، لان انا مثلا القاهره فيها 2 مليون عربيه او اكتر، لو تخيلنا مثلا 20% منهم بقوا عربيات كهرباء، تمام، يبقى بتتكلم على كام؟ 400 الف عربيه. 400 الف عربيه دول مش محتاجين تشارجنج، مفهوم انفراستراكشر قوي. التشارجنج ده هاخده منين؟ هاخده من الباور بلانت، يبقى لازم ازود الباور بلانت عشان احرق فيول هناك زياده عشان ادي الايه للتشارجنج، فهي لازم تحسبيها بالطريقه دي. فانا عايز ايه بالظبط؟ يعني ممكن موديل ينفع في دوله ما ينفعش في دوله تانية، يبقى لازم ادرسها بالكامل، ما اخدش جزء واسيب الباقي. طيب يا دكتور معلش، انا عندي ملحوظه في عربيات الكهرباء، ان في الطرق السريعه الاستهلاك بتاع الكهرباء ازيد من ان انا امشي بعربيه بنزين. ان مثلا لو انا ماشي على سرعه 100 استهلاك الكهرباء يبقى اعلى بكتير من ان انا مثلا امشي على نفس السرعه بس بنزين. قصدك استهلاك الطاقه يعني؟ استهلاك الطاقه ممكن طبعا، ما دي زي ما نقول ان انت لازم تبص على الموضوع ككل، اوفرول شكله ايه، يعني اوفرول الباور اللي انا بحتاجها من العربيات الكهرباء او استهلاك الطاقه في عربيات الكهرباء بيكون اوفرول اكتر من العربيات الايه البنزين، لان الكفاءه بتاعت محرك البنزين من ناحيه ان انا بحرق الفيول جوه المحرك مقارنه بان انا بحرق الفيول جوه الباور بلانت وبعدين بوصل الانرجي دي للايه للبطاريه. تمام، واخد بالك؟ طيب نرجع بقى للموضوع برضو الاير بوليوشن، الناتشرال سورسز اللي هي في غازات منبعثه في تراب، يعني مثلا احنا القاهره مشكلتنا الاساسيه فيها ان انا عندي جبال رمليه او ترابيه حوالين تحيط الايه القاهره، فعشان هي بتحوط القاهره فاي ويند بتيجي من الخارج بتعمل ايه، بتغرق القاهره بالتراب. يعني من وانا صغير بسمع ان احنا عشان نحل المشكله دي لازم نعمل حزام من الايه، حزام اخضر حوالين الايه، حوالين مدينه القاهره من الشجر، ده يقدر ان هو يعمل فلترنج للايه للدست اللي جايه من الايه من الحاجات ديت او من الجبال اللي حوالين الايه القاهره. لكن طبعا لغايه دلوقتي لسه ما حصلش حاجه زي كده، فيعني دي مثلا من ضمن الحاجات الملوثات من الناتشرال سورسز. طبعا الحمد لله في مصر ما فيش عندنا يعني حرائق نتيجه الايه الاوفر هيتنج، في بعض الغابات والحاجات دي في امريكا مثلا بتلاقي دايما كل سنه في حرائق، في بعض الاماكن برضه في اوروبا بيبقى في ناتشرال فاير،
يعني اللي هو نتيجة ان في شرارة مثلا جت في شجر فابتدى الايه المنطقة كلها تتحرق يعني. في فيجيتيشنز نتيجة تلوث في الايه في العمليات اللي هو زراعة، وفي جاز من فولكانيك اكتيفيتيز. تمام، كل الكلام ده جميل. فنرجع تاني للاير كواليتي. كان زمان الناس مش مهتمية او بموضوع الاير كواليتي والقصص دي يعني، لان الدنيا كانت عدد السكان قليل، الموضوع كله معظمه حاجات طبيعية مش حاجات نتيجة ايه تأثير البني آدم. لكن مع تطور التكنولوجي والعلم واستخدامات الحاجات اللي هي الحديثة، ابتدت الاستخدامات الحاجات الحديثة تعتمد على حرق وقود زيادة ولا فابتدى يحصل ايه تلوث للبيئة. فالناس قالت لا، لازم نقف ونحط ايه قواعد نقدر نبني عليها، يعني زي ما نقول ايه limits، اللي اي صناعة تتعمل لازم تحقق هذه الليمتس، اما نوقفها. من ضمنها مثلا صناعه السيارات، صناعه اي حاجه لازم يكون في ليمتس معموله معينه. فعملوا حاجه اسمها ناشونال امبيانت اير كواليتي ستاندرد اللي هو ناكس. ديت بتقول لي ايه؟ بتقول لي انا عندي الملوث الفلاني تاثيره ايه على البيئه، الملوث الفلاني تاثيره ايه على البيئه، وحطوا الدراسات ديت وابتدى بناء عليها يتحط قوانين البيئه. تمام، اللي هي جاية من حاجة اسمها Environmental Protection Agency. كل دولة فيها الـ EPA بطرق مختلفة، إما تبع وزارة البيئة زي مصر، إما تبع هيئات مستقلة بتتابع الكلام ده كله. فبيبقى في عندي two standards بالنسبة لعملية الملوثات. أول ملوث أو أول standard بسميه primary standard، ده بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم على الـ Public Health Protection، واللي هو بيتكلم على including protection of the health of sensitive population. لو واحد عنده مثلا أزمة، عنده حاجة في صدره، وعنده مش عارف إيه حساسية لحاجة معينة، فدي ليها ستاندر معين، بحيث إن أنت مفروض إن level of toxicity مثلا في الجو في حاجة ما تأثرش على الناس دي. تمام، أو الناس الكبار أو الأطفال الصغيرين. في secondary standard بقى، دي برضو بتوفر بقى أو بتتكلم على public welfare protection، اللي هي شاملة بقى protection against decreased visibility and damage to animals, crops, vegetation and buildings. فدي standard ودي standard تاني. هنيجي مثلا هنا نتكلم على مجموعة ملوثات معروفين للجو، اللي هي ground level ozone, particulate matter, carbon monoxide, lead, sulfur dioxide, nitrogen oxide. من الانجن ده موجود عندي. تمام، وده كان موجود نتيجة استخدامات بعض المكونات اللي فيها لد، وده طبعا موجود الكربون مونوكسايد. ده موجود بصفة يعني في الديزل انجن، اللي هو السوت اللي بيطلع منين؟ من الديزل انجن. يعني أجزاء من دول أساسا السورس بتاعها جاي جزء منه من الانجنز أو من الانترنال كومبشن انجنز. الجدول ده لذيذ، بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي هنا عندي نوع الملوث إيه على الشمال. تمام، وهنا برايمري ولا سكندري ستاندر، فده مثلا سي او برايمري ستاندر. لو انا عندي نسبه السي او في الجو 9 ppm، اللي هي بارت بير مليون، جزء في المليون، مفروض ما تعرضش ليها اكتر من 8 ساعات. تمام، ولو زادت النسبه ل 35 ppm، مفروض ما تعرضش ليها اكتر من ساعه. دي بعد كده بتبقى فيها تأثير سيء على صحة البني آدم. وهنا بقى راسس بقية الحاجات التانية، الليد والنيتروجين دايكسايد والأوزون والبارتكليت and so on. فدي كلها اللي هو بتقول لي أنا لو تعرضت للحاجة دي مفروض ما تعرضش أكتر من كذا أكتر من كذا، النسب بتاعته هي الزمن اللي أنا ممكن إيه أتعرض له، وبناء عليه ابتدوا يحطوا النسب ليه البروتكشن اجينست الانفايرمنت في القوانين. يقول لك مثلا العربيه لو الانجن كذا المفروض ما تطلعش كميه اكبر من الليفل الفلاني، لو الانجن كذا ما تطلعش اكبر من لو ديزل او بنزين او فدي الليميتس اللي موجوده عندي. هتلاقي في كل دوله فيها الكلام ده، وده مثلا على سبيل المثال لو انت يعني رحت لللينك دي هتقرا عن الايه الليميتس زي ما هي موجوده. يقول لي ايه light duty vehicles and light duty trucks
الليميتس بتاعتي ايه بالنسبه للسي او والنوكس وهكذا. الفورمالدهايد الكلام دوت انا مسموح لي بليميت كذا. لو الانجن بتاعتي او اي سورس مصنع او حاجه بتشتغل محطوط لها ليميتس، لو هي بتزيد عن هذه الليميتس بيوقفوا على طول المصنع او الشركه او يمنعوا تصنيع هذا الموديل من الايه من الانجنز والكلام ده. انا افتكر في يوم من الايام كنت في المانيا، وكان في عندهم جو كان حر جدا في الصيف، وكان في باور بلانتس يعني شغاله. طبعا من ضمن الحاجات اللي الباور بلانتس انها بتتبرد بالميه بتاعت البحار او الانهار اللي موجوده. مفروض ان انت بتبرد الكوندنسر بفرق درجات حراره مثلا من 12 ل 15 درجه في الحدود دي، ما تزيدش عن كده، ولو زاد عن كده من حق الحكومه انها تقفل الباور بلانت. وفعلا قفلوا واحده من الباور بلانت لان كان الجو حر وكانت التمبرتشر ليميت زادت عن حد معين، فدي ممكن تاثر على الاحياء المائيه اللي موجوده جوه الايه جوه النهر او حاجه. فطبعا عشان الاهميه عندهم للايه للاحياء المائيه دي مش عايزين يدمروا البيئه، فاضطروا ان هم يقفلوا الكلام ده. طبعا هنا تروح للايه لللينكس ديت عشان ممكن تلاقي شويه حاجات اكتر بالكلام ده. نرجع بقى للانترنال كومباشن انجنز. من الملوثات الاولانيه في الاي سي انجن عبد الرحمن دكتور، هو طب لما هم قفلوا الباور بلانت مشكله الاحمال هتزيد على الباور بلانتس الثانيه؟ اه انا ما هي دي موجوده في مكان او في حاجه وصلت لده، خد بالك، بس طبعا في بار تانية بار بلانتس تانية او يونتس تانية شغالة، يعني مش هيقفلوا الدنيا، مش هيضلموا الدنيا، خد بالك. بس ده يعني يثبت لك ايه؟ يثبت لك ان انت الاساس عندك هو ان انت ما تدمرش البيئة. يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني الجماعة الالمان دول يعني عندهم افكار لذيذة قوي. كنا عاملين زي كده كامبينج في مكان في الجبل، وكنا بنسوق عجل وطالعين بيه، وهناك عندهم في المايه اللي بتجري في مجرات صغيره ما تقدرش قلت عليه نهر، هو مثلا حاجه بتاع حوالي متر كده مايه نازله، والجو هناك بيبقى ساقعه، فالمايه دي بتبقى ساقعه وحلوه جدا يعني. فعاده احنا لما بنطلع كامبينج بنعمل ايه؟ بنجيب المشروبات بتاعتنا ونروح حاطينها في قلب المايه دي، فدي كانها ثلاجه، خد بالك، المايه تبقى ساقعه وجميله كده وفريش، المايه نظيفه جدا. فواحد من الالمان قال لك اللي احنا بنعمله ده غلط. قلت له ليه؟ قلت له احنا ما بنلوثش، ده هي محطوطه والحاجه الساقعه جواها ما بنرميش حاجه في المعده، هي بس بتاخد الحراره. قال لا، ما ممكن اللزق اللي على الازازه، اللزاق دوت الستيكر اللي موجود على الازازه، السمغ بتاعه يلوث مجرى الميه. شفت لهذه الدرجه اهتمامهم؟ انت بترمي هنا عجل ميت في قلب الميه، بترمي عجل في النيل، بترمي حمار في النيل، بترمي فرس في النيل، وانت مش فاهم ان كل الكلام ده بيجي عليك انت، يعني البني ادم اللي بيعمل كده بترجع عليه هو. دكتور يعني ما في فلاتر في المحطات بتاعت المي؟ فلاتر بتفلتر ايه؟ بتفرط الحمار يعني بدل ما لا بتفلتر الحاجات دي كلها وبعدين بنضيف كلور بتاع حاجات كويسه قوي يعني. بس احنا بلاش حضرتك تشرب من الميه بتاعت الحنفيه وتشرب انا بالنسبه لي ما بشربش منها يعني. طب وما تاكلش خضار صح؟ يعني ده اعتقد هيبقى التوكسيتيز اقل شويه فيه يعني. لا ما هو كان في واحد برضو لذيذ هنا كان جنبنا في جامعه القاهره، عارف الحته بتاعت صفت؟ كلكم عارفينها طبعا يعني. فهناك في منطقه كانت زمان ما شاء الله زراعه حلوه قوي يعني. يا دكتور صفت وفيصل كلها كانت زراعه. بالظبط، كانت كلها اراضي زراعيه. ففي واحد من المزارعين من حوالي 5 سنين او اكتر كده كان بيرموا الصرف بتاع البيوت على مجرى المياه اللي بيروي منه الزرع. ففي واحدة مهندسة بتسأله بتقول له انت بتعمل ايه؟ انت مش شايف ان ده بيتروي بيه الزرع دوت؟ قال لا، ما ربنا بيفلتره يعني، هو الزرع ما هياخد الحلو ويرمي الوحش. تخيل هذه العقلية، تخيل هذه العقلية موجودة في الناس وانت بتاكل وبتشرب وما انتش عارف انت بطنك توجعك ليه يعني. ما دكتور اصلا ده مش مشكله الدوله، احنا عندنا اصلا الدوله ما بتدعمش الثقافه ديت، وفي نفس الوقت ما بتوفرش للفلاح اي حاجه،
دولة دي اللي بتعمش الثقافة دي يا حلبة، تدناش في داهية المحاضرة متسجلة ما توديش في داهية. آه الدولة بتنها بتعمل كل حاجة كويسة، خلي بالك كويس عمال يعمل حاجات زي الفل. بس كده تبقى. لا هو فعلا احنا محتاجين ثقافة للمستوى القليل من البنادمين، لان فعلا يعني انت لو قارنت الثقافة بتاعتنا بثقافة ناس دول تانية على ليفل العمال والفلاحين والكلام، لا تلاقي في فرق كبير جدا. يعني الناس في الخارج في بلاد معينة تبص لهم فاهم يعني ايه المرض، وفاهم يعني ايه العرض، وفاهم يعني ايه ان انت امتى تاخد انتيبيوتيك وامتى ما تاخدش انتيبيوتيك، الحاجات اللي احنا ناس مثقفين مش فاهمينها لغاية دلوقتي. يعني في ناس تجري تاخد انتيبيوتيك، ما انت عارف كده بتدمر الجهاز المناعي لما تاخد حاجة زي كده. فيعني التأثيرات دي الثقافة دي مش موجودة. يعني ثقافة ان انت تمنع ملوثات عشان ما تأثرش على البيئة، عشان البيئة ما تأثرش عليك، دي مش موجودة عندنا نهائيا. الناس الحلوين يرموا من العربية مرسيدس ماشية زي الفل، وتلاقي ماسك كيس كده وروح رامين اللي من الشباك العربية وهو ماشي على الطريق السريع والطريق في منتهى النظافة. طب يعني وبعدين يعني ما علينا، نرجع لل هيوسخ المرسيدس يعني يا دكتور؟ نعم يعني يوسخ المرسيدس ويسيب الزبالة جواها مثلا مثلا يعني. اول ملوث من العربيه هو الهيدروكربون اللي هو ما اتحرقش، الان بيرند هيدروكربون اللي هو ما اتحرقش. لما طبعا الكومباشن افشنسي عمرها ما تبقى 100%، فبالتالي في جزء ما اتحرقش بيخرج مع الايه مع العاده. فبيسبب ايه بقى الان بيرند هيدروكربون ده طبعا او سوري بيجي منين؟ نتيجه ان انا بحرق فيول زياده او ريتش كومباشن، فطبعا ده بيديني ايه كفاءه اقل، وبالتالي كميه الفيول الزياده دي بتخرج مع العادم، او انكمبليت كومباشن نتيجه الديزاين او نتيجه اي حاجه بتحصل، فمش كل الفيول اتحرق نتيجه ان في شويه فيول حصل لهم ترابنج في الكريفيس فوليومز ديت اللي موجوده في الانجن، فطلعت برضو مع السيستم. لو احيانا بيبقى الاكزوست فالفز ما هياش محكمه كويس، فبيخرج منها شويه من الفريش تشارج فبيحصل ليكينج. في برضو نتيجه الفالف اوفرلاب جزء من الفيول اللي دخل بيخرج مع الاكزوست، نتيجه برضو وجود ديبوزيتس اون ذا كومباشن شامبر وول. الديبوزيتس دي بتمتص شويه من الايه اون الفيول وبعدين بتطلعه تاني ما بتحرقش. في اويل في الكومباشن شامبر وولز، وفي طبعا بيبقى في تو ستروك انجن بيبقى اكتر منه في الفور ستروك انجن، وطبعا كومبريشن اجنيشن انجن بيبقى اكتر من السبارك اجنيشن، لان كومبريشن اجنيشن لو الانجكتور مش شغال كويس فمعنى كده برضو ان هو كميه الفيول ما اتحرقتش وخرجت ان بيرند هيدروكربون. الجراف ده متهيألي احنا كنا عرضناه قبل كده، بس هو بيبين لي حاجه اللي هو الملوثات الثلاثه اللي موجودين عندي، الان بيرند هيدروكربون والنوكس والسي او مع الايكوفالنس ريشيو اللي هو الشارت اللي تحت دوت اللي هو الايكوفالنس ريشيو. فلو انا بصيت هنا هلاقي ان انا القصه مع السي او بتزيد كل ما زودت الايه كميه الفيول، لان طبعا هنا ما فيش اكسجين كفايه عشان يحرق الفيول ده، فبيكون لي سي او بدل ما يكون سي او 2. تمام، وطبعا بيكون في سي او 2 موجود بس ايه في كميه من السي او. ونفس الكلام بالنسبه للايه لل unburned hydrocarbon. لو قللت الايكوفالنس ريشيو الكلام ده بايه بي ال. النوكس تبص تلاقي ان هو هنا قليل قوي في الريتش وفي اللين، لكن عالي قوي قريب من الستيكومتري. حد يقدر يفصل لي ليه النوكس بالذات عالي هنا قوي؟ عشان عند اعلى درجه حراره يا دكتور. تمام، النيتروجين بيتحلل عند اعلى درجات حراره، فلان دي ال يعني البيك فغالبا عند اعلى درجه حراره. تمام، برافو عليك. يبقى أنا عندي هنا نتيجة temperature العالية بيحصل dissociation لل N2 تبقى N و N، وبيحصل عملية الرياكشن وبتوصلني لكمية أكبر. طيب ده برضو نفس الكلام، جراف تاني بيبين ال unburned hydrocarbon والنوكس والفيول unburned fuel، وهنا الـ air to fuel ratio مع الـ air to fuel ratio. طبعا هنا الـ oil consumption rate والهيدروكربون ان اكزوست. طبعا الاويل نفسه ما هو هيدروكربون، فلما انا بحصل فيه دروب في الليفل بتاع الاويل معناها ان الاويل اللي دخل الانجن وابتدى ان هو ايه يخرج من الانجن كنوع من انواع البوليوشن.
طيب نبص هنا مسألة بيقول لي as the front flame front reaches the wall of the combustion chamber reaction stops. الفريم طبعا بتتحرك جوه الانجن فلما بتوصل للوول الوول باردة فالرياكشن بيقف. Due to the closeness to the wall which dampens أو بتهبط out the fluid motion and conducts heat away. This unburdened boundary layer can be considered as 0.1 millimeter thickness. يعني أنا في عندي boundary layer موجودة على السطح جوه. سمكها دي 0.1 millimeter رفيعة قوي. Along the entire combustion chamber surface. The combustion chamber consists mainly of ball in the face of the piston. يعني البستون كده في التجويف بتاعه. Which can be approximated as 3 centimeter diameter hemisphere. يعني ده عبارة عن hemisphere نص كورة. Fuel is originally distributed equally throughout the chamber. متوزع بالتساوي في جوه chamber. Calculate the percentage of fuel that does not get burned due to the trapped in the surface boundary layer. يعني أنا عايز أشوف الفيول اللي هو جه في الباوندري layer ده وحصل له trapping كميته إيه بالنسبة للكل. فأنا ببساطة شديدة بعمل إيه؟ بشوف الفوليوم بتاع الباوندري layer دي قد إيه؟ بالنسبة للفوليوم بتاع الـ VC. وأقول إن أنا الكمية اللي موجودة هنا بالنسبة للتوتال هي دي الكمية اللي امتصها واللي هي ما اتحرقتش. فهنا الداتا بتاعتي أنا عندي thickness وعندي الهيمسفير الديامتر بتاعها معروف وعندي السطح بتاع الايه بتاع يعني انت عارف طبعا الانجن عبارة عن بلوك وهيد. فالسطح بتاع الهيد والبيستون تمام هم دول اللي عليهم اللي ايه اللير بتاعت الاويل لير دي تمام. فهنا بحسب الكومباشن تشامبر فوليوم في سي تمام هي فوليوم اوف هيمسفير فانكشن فين في الديامتر ده اوكي. يبقى هنا ده الفوليوم بتاع السفير ده نصها يبقى انا حسبت الفوليوم التوتال فانكشن في الديامتر اوكي وحسبتها طلعت اللي هي 7.686 تايمز 10 بار ماينس 6 متر كيوب. طيب الفوليوم بتاع ال1 او سوري ال 0.1 مليمتر ثيكنس فوليوم بتاعها قد ايه؟ انا بعتبر انها شيت لو حسبت الاريا بتاعت الشيت في الدبث اطلع الفوليوم او الاريا بتاعت الشيت في الثيكنس اطلع الفوليوم. طب الاريا دي جيبها منين؟ هي الهيمسفير سيرفيس اريا اجيبها من السيرفيس اريا بتاعت نص كوره مظبوط. يبقى ده هنا ده الـ volume of the boundary layer in the ball. وبعدين دي حسبتها من هنا طبعا ده الـ by d square اللي هو total surface area بتاعت sphere مضروب في نص يبقى نصها مضروب في thickness طلعت الـ volume بتاعت الـ boundary layer فين في الـ ball دي نفسها. والـ volume of boundary layer في cylinder head بجيبها من الـ area في الـ boundary layer thickness اللي هو by r square أو by over 4 d square مضروب في الثيكنس تمام. يبقى لو جمعت ده على ده يطلع التوتال فوليوم بتاعت الباوندر لير. لو انا عرفت التوتال فوليوم بتاعت الباوندر لير اللي هي دي وعندي الفوليوم بتاعت الكومباشن تشامبر اقسمهم على بعض طلعت البرسنتج نوت بيرند نتيجه وجودها في الايه في الباوندر لير طلعت حوالي 3%. يعني دي بتبين لك حسبه بسيطه ازاي اقدر احسب الكلام ده. عبد الرحمن دكتور هو ما ينفعش انا اجيب الدياميتر بتاع اللي هو الكره الصغيره اللي هو بعد ما اقسم منها ال 0.1 مليمتر ثيكنس هو الدياميتر هو مدهوني هو اوريدي مديني الدياميتر بتاعه 3 سم. ايوه هو مديني الدياميتر بتاع الكومباشن سيمبل ينفع نقص منها اللي هو 0.1 مليمتر واجيب فوليوم اللي هو الصغير ناقص الفوليوم بتاع الكبير يبقى هو الثيكنس الفوليوم بتاع لا هو هنا انا بالظبط كاني عباره عن طبقه من الاويل موجوده على السطح. طبقه الاويل دي ليها سيكنس اللي هو 0.1 مليمتر. عشان اجيب الفوليوم بتاعها لازم اعرف التوتال اريا واضربها في الثيكنس عرفت الفوليوم. خد بالك؟ طب تاني حاجه اللي هو الكربون مونوكسيد. الكربون مونوكسيد طبعا دوت لا ليه لا لون ولا ريحه بس بيبقى فيه تاثير سام على البني ادم وعلى الحيوان طبعا وعلى يعني تاثير سلبي على البيئه.
دي بتكون generated from fuel rich reaction. وساعات برضو بتبقى احيانا في الفيول لين لما بيكون unequal distribution للفيول جوه الانجن ممكن نوصل لكده, وده الجراف اللي احنا اتكلمنا عليه. طبعا في دايما لما بدي المثال ده بقول بص على سواق عربية تاكسي قديمة, بص على عينيه هتلاقي ان عينيه كده فيها احمرار. انا ليه بقول عربية تاكسي قديمة؟ لان معظم العربيات القديمة بيكون فيها ليكيج من الغازات بتاعت الانجن جوه العربية. فالراجل ده مثلا بيسوق 8 ساعات ولا حاجة, فالغازات دي جاية عليه باستمرار بشمها, فبتلاقي ان ليه تأثير السيو عليه والعينين محمرة نتيجة تأثير الكلام ده على ايه, على هذا الشخص يعني. فده جزء من الملوثات اللي بيطلع, خصوصا لما تكون العربية دي ما بيبقى الملوثات دي اكتر يعني. طبعا الاوكسن او النوكس تمام دي عبارة عن refer to NO وNO2 وother nitrogen oxygen combination, ودي ليها تأثير على الاتموسفير to generate ozone. فthis is a major cause of photochemical smog. تمام؟ والأوزون is harmful to lungs and other tissues. وبرضو ده بيأثر على الكائنات الحية من ضمن الأشجار والحاجات دي. It's generated from nitrogen in the air or the fuel. يعني النيتروجين موجود في الاير أو ساعات بيبقى الفيول نفسه فيه نيتروجين, فممكن برضو يكون النقص. الرياكشنز متهيألي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده تمام. انا عايز اوصل لاخر واحد الاول, هو ده هو ده اللي بيبدا بيه. لما بيكون التمبرتشر عاليه ال N2 بتتحول ل 2N. ال N دي بقى تروح رايحه فوق هنا تبتدي تحصل تفاعل مع الO2 تديني NO وتديني O. الO تدخل على ال N2 تديني NO plus N. ال N تدخل على OH تديني NO plus H. هنا برضو الـ NO plus H2O تديني NO2 plus H2. الـ NO plus O2 تديني NO2 plus O. فالتريجرينج بيبدأ من هنا. لو أنا وقفت ده يبقى مفيش حاجة من دول هتتكون, وبالتالي هقدر أوقف عملية الـ reaction اللي موجودة عندي. طب لو ده موجود بس أنا ما خليتش فيه وجود أكسجين ونيتروجين زيادة في الكلام ده, يعني هنا مش هكون فيه أكسجين زيادة, فالـ N مش هتلاقي أكسجين عشان تبدأ التفاعل, فمش هيكون الـ O, فبالتالي مش هيروح الـ O على الـ N2. يبقى طريقتين ان انا اوقف النقص, ان انا اقلل درجة الحرارة فامنع التفاعل ده, او لو في درجة حرارة عالية امنع وجود فيه اكسجين زيادة بحيث ان هو يوقف لي التفاعلات دي. هنا برضو تاني يا دكتور معلش النقطة ديت تاني حبيبي. انا دلوقتي لو بصيت على الرياكشنز اللي قدامك دي, اول تريجر الرياكشن هو ده تمبرتشر عاليه تعمل ديسوشيشن للN2 تديني 2N. ال 2N ديت او الN تروح تقابل مين؟ الاكسجين بالظبط, NO وبعدين تديني O. الO دي تروح تقابل مين؟ N2 تديني NO and so on, وتكمل بقى الرياكشنز دي. يبقى انا في طريقتين, لو وقفت ده يبقى وقفت كل اللي فوق. لو ده حصل بس الN دي مش لاقيه اكسجين يبقى يحصل ايه؟ مش هتكون ده مظبوط, انا اعمل لين كومباشن, لا اعمل يعني ادخل في الريتش ان انا عندي يكون في اكسجين قليل مش اكسجين زياده. لين كومباشن معناها اكسجين زياده تمام. بس هو الترند ان انا اوقف ده الاساسي, ان انا اقلل درجه الايه الحراره اساسا يعني. في بعض العفو حبيبي, في بعض الديزاينز اللي هي مثلا في معمل ديزاين لبرنر, والبرنر بعمل له ديزاين بحيث ان هو يبقى في عمليه الكومباشن تبقى ستيجز مراحل, ما تبقاش على مرحله واحده. مثلا مرحله فيها بعمل ريتش كومباشن فبالتالي بيبقى درجه حراره قليله وعمليه تكون النقص مش موجوده, وبعدين بدخل على المرحله اللي بعدها بدخل هواء فبيقلل درجه الحراره, وبالتالي يعني مثلا اولانيه بتبقى ريتش سوري بيبقى درجه حراره عاليه بس ما فيش اكسجين. المرحله الثانيه بدخل هواء زياده فبتقلل درجه الحراره فما بيحصلش تكون ايه النقص. يعني ممكن اعمل حاجه زي كده, بس في الانجن القصه دي ما بتبقاش ايه موجوده قوي, لان انا ببقى محكوم في زمن قليل قوي ان انا اعمل عمليه الاحتراق. فعشان كده الانسب ان انا اعمل اكزوست جاز ريسيركيليشن. هنا الكونسنتريشن بتاعت النقص
ليها بتتأثر بالزمن. يعني لو أنا طولت في التفاعل، لو التفاعل بتاعي بياخد وقت أطول ممكن تكوين النقص بيعلى، تمام؟ لو الزمن بتاعي قليل تكوين النقص بيقل. فمع اختلاف الإكويفلنس ريشيو بلاقي النقص بيكون قليل لما بكون أنا في اللين زون، وبيزيد لما بكون أنا في الريتش وبيكون أعلى قوي عند 0.95، تمام؟ هنا برضو النوكس فورميشن مع السبارك تايمينج، يعني أنا لو شغلت السبارك تو ايرلي مثلا هنا فالنوكس بتبقى عالي قوي، لو خليت السبارك بتبقى يعني قبل التوب ديت سنتر شوية فبتقل شوية الايه الكونسنتريشن بتاعت النوكس، نتيجة برضو ان الزمن بتاع التفاعل بيقل، اوكي؟ وبيبقى هنا بيبقى ده التأثير بتاعها ليه المباشر. هنا بنقول to reduce the amount of reactive monatomic nitrogen in the engine, EGR is added to the engine operation, which reduces cylinder temperature at the end of combustion from 3500 to 2500. عايزين نحسب the percent reduction of the maximum, oh, sorry, of the approximate amount of N, assuming pressure remains the same. المسألة دي فيها شوية kinetics، يعني معتمدة على حاجة بنجيبها من الجدول بتاع الكيميكال إكوريبيوم كارسون، فبرضو مش عايز أدخلك في كده، بس أنا عايز أوري لك المسألة دي، بقول لك إن أنا بناء على تغيير من دل ده أقدر أقلل التفاعل بتاعي أو أقدر أقلل النسبة، تمام؟ ده بحوالي مثلا إيه 0.14%، ده مجرد إن أنا أنزل درجة الحرارة من 3500 إلى 2000 إيه و500. دكتور هو ايه الاي جي ار دي؟ ايه اي جي ار؟ اي جي ار stands for exhaust gas recirculation، يعني انا باخد شويه من الجازز اللي طلع في الشكمان وبرجعها على الموتور تاني، تمام؟ فده بتعمل ايه الجاز دي؟ بتعمل ايه الجاز ديت؟ خلاص هي اتفعلت ومش هتتفعل تاني، فبتدخل التفاعل بتأثر على درجة الحرارة بأنها بتقلل درجة الحرارة، فلما تقلل درجة الحرارة بقلل النيتروجين، ولما أقلل النيتروجين بقلل النوكس فورميشن. بتقلل يعني بتخلي الكومباشن لين يعني ولا ايه؟ لا، بتخلي الكومباشن تيمبتشر أقل. أنا هدي لك مثال، لو أنا مثلا قلت إن في 10% من الغازات اللي دخلت عندي جاية من الإي جي آر، يبقى بدل ما أحرق مثلا على سبيل المثال 1 جرام هحرق 0.9 جرام من الفيول، لان انا خدت فوليوم، صح؟ الفوليوم ده ابتدى ياخد من التوتال اماونت اوف فوليوم اللي داخله من الفريش شارج، يبقى معنى كده ان انا قللت كميه الفيول ب 10% او قللت كميه الفيول ب 20%، ده هيعمل ايه؟ هيقلل الهيت اللي بتتكون، صح؟ بس ده مش هيقلل الباور. برافو عليك، ما هيقلل الباور، ما دي طبعا ليه السايد افكت بتاعتها. لكن احنا بنقول ايه؟ ان الانجن بتاعتي اساسا ما بتشتغلش عند الفول باور اول ذا تايم، اما مثلا مسافر او ماشي على سرعه معينه انا ما بستهلكش التوتال باور من الانجن، فمش هيضرني ان انا اعمل اي جي ار وتقلل لي الباور، لان انا كده كده باخد باور اقل من التوتال. لكن لو انا بستخدم الانجن دي في حاله الفول باور، طالع مطلع مثلا، او بعمل اكسلريشن بسرعه عشان اوصل من سرعه مثلا زيرو لسرعه 100 كيلومتر بير اور مثلا في 5 ثواني، ما ينفعش استخدم اي جي ار في الحاله دي. يعني ده زي اوبشن ممكن افعله ممكن لا. هو لا، بص، هو بالنسبه للانجنز المودرن انجنز والحاجات ديت هي موجوده باي ديفولت، تمام؟ وبتشتغل فقط في المودز اللي هي بتاعت السبيد اللي هي اللي بتسافر مثلا على طرق سريعه او حاجه زي كده، لما يكون شغال على كومفورت، الكومفورت اللي هو كومفورت مود او حاجه زي كده، بحيث ان المود ده انت خلاص ماشي بستدي فلو وكلام من ده، والباور اللي بتستهلكها مثلا سي اذا كانت هي 100 حصان بتستهلك منها 40 50 في الحدود ديت، فاتس اوكي ان انت تعمل عمليه الايجار، لان دي طبعا دي اساسا برضو نرجع تاني، دي من ضمن الحاجات اللي بتفرضها قوانين البيئه، ان هو لما يجي يعمل تيست الانجن
عايز يقول لك ان انا الانجين بتاعتي بتقلل النقص. تمام؟ طب يا عم بتقلل النقص ازاي؟ اهو شوف جربوها وشوف انها بتقلل النقص ازاي. فبالتالي الانجين بتبقى شغالة بالمود ده عشان تقلل النقص. تمام؟ يبقى هنا الـ percent reduction of N بيبقى حوالي 99.86% بمجرد ان انا نزلت من هنا لهنا. طبعا برضو الحاجة الثالثة او الرابعة في الملوثات اللي عندي من الطلع من الانجين هي البارتكليت. فدي اساسا جاية من السموك. السموك عبارة عن الهباب الاسود ده اللي انت بتشوفه طالع من الشكمان بتاع العربية. وزي ما قلنا قبل كده ان السموك دوت في الحالات العادية الانجينز الكويسة وكل حاجة بيطلع مينلي من الديزل انجين اكتر من البترول انجين. البترول انجين تقريبا ما بيطلعش منها سموك، لكن اللي بيطلع من الديزل انجين نتيجة الانجكشن سيستم وعملية الاحتراق في الكمبريشن اجنيشن انجين الزمن قصير والانجكشن ما بتبقاش ضامن 100% ان الفيول حصل له اتوميزيشن كويس وتبخر بسرعة وابتدى يتحرق. فطبعا ده بيساعد على تكوين ايه السموك. occurs in fuel rich conditions where soot particles are cluster of carbon spheres. هي عبارة عن carbon spheres يعني لازقة في بعضها. الديامتر بتاعتها في الرينج بتاع من 10 ل 80 نانومتر. Soot is burned with oxygen in air. وبعدين بنقول soot is generated from lubricating oil حوالي 25% من زيت التزييت. وsoot يعني من الفيول حوالي من 2 من يعني 0.2 ل 0.5% of the total fuel بيكون لي soot. في حاجة اسمها SOF اللي هو soluble organic fraction. وديت بتتكون من الـ condensation of high boiling point elements على الـ surface بتاع السود. يعني السود دي عبارة عن solid. ففي liquid organic matter بتتكون على السطح ده. فبتكون حاجة اسمها اللي هو الـ SOF. الـ particulate generation can be reduced by engine design or control operating conditions. وبعدين هنا في trade-off between particle reduction and NOx generation. ليه؟ لان انت لما بتزود الحراره عشان تحرق السوت فبتكون نقص، خد بالك. ولو قللت الحراره عشان تقلل النقص فبتزود السوت. يعني شوف الاثنين دول متعارضين مع بعض. دي شويه تجارب معموله مع الكرانك انجل وكميه السوت اللي طالعه. فبتبص تلاقي مثلا السوت هنا بيبقى اعلى قوي عند التوب ديد سنتر، وبعدين السوت concentration بتقل او كميه الصوت اللي بتطلع بتقل. دي طبعا عند different locations جوه الانجن، وبقدر ان انا اشوف تكوين الصوت شكله ايه. هنا برضو السموك اللي هو الصوت ومع النقص. فنلاحظ طبعا ايه لما بقى احاول اقلل النقص الصوت بتعلى قوي، ولما بحاول اعلي سوري اقلل الصوت النقص بتعلى قوي. Other emissions, carbon dioxide زي ما قلنا بيعمل greenhouse effect، وده طبيعي ما اقدرش ان انا اقلله الا من ان انا اقلل كمية يعني العربيات مثلا اللي هي بتستخدم hydrocarbons، وممكن استخدم مثلا hydrogen على سبيل المثال، ممكن استخدم حاجات fuels الكربون content بتاعتها تكون قليلة، فبتقلي اقلل كمية الكربون دايكسايد اللي طالعة من الانجنز دي. Aldehydes دي برضو حاجات بتطلع من التفاعل. Sulfur طبعا الـ SO2 لما بتطلع في الجو ويكون في مطرة فبيكون acidic rain sulfuric acid. يعني الليد كان زمان كان بيحطوا حاجة يعني additives على الانجن على الفيول، وده tetraethyl lead additives is used to increase الاوكتين نمبر بتاعت الفيول. وطبعا ديت very poisonous pollution وبتأثر على الانفيرمنت. فطبعا كانوا زمان عايزين يزودوا الاوكتين نمبر فكانوا بيعملوا ايه الانفاض دي. برضو الفوسفورس it poisons the catalytic material. نيجي نقول حاجه مهمه جدا في الشابتر ده، بنقول ايه لو انا عايز اقلل البوليوشن من الانجن قدامي طريقين. الطريق الاولاني ان انا احسن عمليه الاحتراق الكومبشن، احسنها فبالتالي اقلل البوليوتنس من السورس بتاعها، ما كونهاش من الاصل او اقلل نسبه تكوينها. الحاجه الثانيه ان انا لو هي طلعت ان انا احاول ان انا ايه
انظف الجازز وهي خارجه من البوليوشن. فدي اللي بسميه افتر تريتمنت. طبعا التكنيك الاولاني افضل، هو مكلف ان انت تعمل عربيات او يعني انجنز نظيفه وحلوه، لكن التكنيك الثاني الدول بتضطر ليه برضو لما بيكون في انجنز بتطلع بوليوشن، فلازم تحط حاجه بعد الانجن في الاكزوست مانيفولد عشان تعمل كونفرجن للحاجات البوليوتنت لحاجات تانية ما تبقاش ملوثه، زي مثلا الانبرند هيدروكربون اخليه يتحرق بعد كده، السي او اخليها تتحرق مع اكسجين تكون لي سي او 2، فبكون حاجه اسمها ثيرمال كونفرتر او بعمل حاجه اسمها ثيرمال كونفرتر، او بستخدم كاتاليتيك كونفرتر برضو بيحول الملوثات لحاجات صديقه للايه للبيئه. فده مثلا العلب بتاعه الكونفرتر اللي هو كاتاليتيك كونفرتر، فده الكاتاليست ماتيريال والفلو بتاع الجاز بيعدي عليها وبيحصل رياكشن تمام، وبيحول اللي هي الملوثات لحاجات صديقه لايه للبيئه. فدي اشكال العلب دي. دي زمان القانون كان في اوروبا بيشجع الناس انها تحط الكونفرترز دي على العربيات بتاعتها، وبتشجعها ازاي؟ ان هو العربيه اللي حاطه فيها كاتاليتيك كونفرتر بتدفع ضرائب اقل في تجديد العربيه، بتدفع ضرائب اقل، فبالتالي كل واحد بيفضل طبعا ان هو يحط الكونفرتر دوت عشان يدفع ضرائب اقل مقارنه بالتاني. الكاتاليتيك كونفرترز ديت ليها درجه حراره عشان تشتغل، ليه ما اقل من كده بتبقى الافشنسي بتاعتها في الكونفرجن بتبقى قليله قوي. ففي كاتاليتيك كونفرتر للهيدروكربون والسي او والنوكس، فتلاحظ مثلا تحت تمبرتشر مثلا حوالي 200 وشويه الافشنسي بتاعت الكاتاليتيك كونفرتر بتقل قوي، فهنا الافشنسي دي بتقل قوي، لما بزود درجه الحراره بلاقي الافشنسي بتبقى عاليه بالنسبه لتحويل الملوثات ديت لحاجات صديقه للبيئه. برضه هنا نفس الكلام، الكاتاليتيك كونفرتر افشنسي بتاعته مع الايكوفالنس ريشيو، يعني هنا مثلا بالنسبه للسي او بتبقى عاليه قوي الافشنسي بتاعتها في اللين سايد، النوكس تبقى عاليه في الريتش سايد. طبعا هنا بالنسبه للسي او بتبقى قليله في الريتش سايد، والانبرند هارد كاربون بتبقى برضه قليله شويه في الريتش سايد بس عاليه في اللين سايد، يعني تاثير الايكوفالنس ريشيو على الكلام ده. برضه كاتاليتيك كونفرتر افشنسي مع الليد كونتامينانت، يعني كل ما زود نسبه الليد في الفيول بتاثر على الكونفرتر نفسه بتبوظه، فمعنى كده ان انا لو الليد بتاعتي مثلا زادت عن حد مثلا واحد فبتقلل الافشنسي من حاجه 90% لحاجه 50% لحاجه 40% لحاجه 30% زي ما انتم شايفين، لو نسبه الليد في الفيول بتعلى فبتاثر الكلام ده. الكيرف ده عرضناه قبل كده عبد الرحمن. دكتور معلش، هو الكيرفات دي هنتسال فيها ازاي في الامتحان؟ يعني هنحفظها كشكل ونرسمها ولا لا؟ مش هترسمها، انا مدي لك الكيرف واقول لك اشرحه لي بس، انا ما اطلبش منك اشرحه واقول ايه اللي بيقل مع زياده كذا ولا ايه بالظبط، بس يعني كده. تقول لي مثلا ان انا عندي في حاجات بتاثر على الكاتاليتيك كونفرتر اللي هي درجه الحراره، ما ينفعش يشتغل على درجه حراره واطيه لان الافشنسي بتقل، لان بتمنع الرياكشن بتاعت الكاتاليست. تمام، الكاتاليست عشان تشتغل لازم يكون درجه حرارتها ايه عاليه. اوكي، الكيرف ده كنا شرحناه قبل كده، ان انا كل دول CO2 EGR N2 هيليوم ارجون كل دي نون رياكتيف جازز ما بتتفاعلش، لما بضيفها على الانجن بتقلل لي درجه الحراره، بس طبعا دول مكلفين لان انا محتاج اسطوانات عشان احطهم في الايه في العربيه او احطهم جنب الانجن، لكن الاي جي ار هو عباره عن غاز موجود اوريدي خارج من الانجن برجعه تاني جوه الايه جوه الانجن. فهنا بيبين لي كل ما بحط نسب معينه كميه المول فراكشن بتاعت النوكس بتقل بقد ايه. في هنا نبص على المساله ديت، عايز بس هنا بيقول theoretical adiabatic flame temperature in an engine burning isooctane اللي هو الفيول at an equivalence ratio 0.833 2419. فاكرين يعني ايه adiabatic flame temperature؟ الفويل يا دكتور؟ لا،
السؤال يا دكتور بعد اذن حضرتك؟ ايه هي الاديابتيك فليم تمبرتشر؟ هي التمبرتشر اللي بعمل فيها كومباستشن ثانية واحدة من غير ما احول كل الفيبر المية الفيبر او العكس بعد ما احول كل المية الفيبر. لا لا لا، كلمة اديابتيك معناها ايه في الاول؟ مفيش كيو ترانسفير، مفيش كيو، كيو بزيرو. برافو، خلاص مفيش كيو. معنى كده ان انا بحرق الفيول ده بدون ما اعمل هيت ترانسفير للسراوندينجز. يبقى كل الهيت اللي جنريتد بتروح لفين؟ في الغازات، صح؟ يعني انا بحرق فيول مع اكسجين او مع اير في مكان، صح؟ وبعزل المكان ده تماما حراريا، فكل الهيت اللي طلعت طلعت فين؟ ها؟ الغاز، في الغاز. تمام. فلما تطلع في الغاز ده معناه بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ان درجه الحراره بتعلى، فدي نقدر نقول عليها الماكسيمم تمبرتشر اللي ممكن توصل ليها الرياكشن ده. يبقى دي الماكسيمم تمبرتشر اللي ممكن توصل ليها ايه؟ الرياكشن ده. واضحه؟ دي اسمها الادياباتيك فليم تمبرتشر. هنا بنقول بقى ايه؟ دي التمبرتشر عند الكونديشنز دي. عايزين نقلل بقى، to reduce the formation of NOx it is desired to reduce the maximum temperature من 2400 ل 2200. بنعمل الكلام ده ازاي؟ this is done by exhaust gas recycling EGR. calculate، عايزين نحسب بقى the amount of EGR needed to reduce the temperature من 2400 ل 2200. assume EGR is pure nitrogen. يبقى انا هتعامل مع EGR في الحالة دي كأنه pure nitrogen عند 1000 درجة. الكلام ده معادلة احتراق. أنا الأول بقول إن أنا في عندي excess air factor بيساوي 1 over 5 1.2، أنا الفاي مداني 0.833، يبقى طلعت اللاند. أكتب معادلة الاحتراق، مفروض أنتوا كلكم أساتذة في الحتة دي. أدي معادلة الاحتراق أهي، دي الحاجة الوحيدة بنعرف نعملها. طب كويس، برافو عليك. يبقى أنا ده كمية الإيه؟ الفيول بنقول 1 محتاجة كمية أكسجين معاه كمية إيه؟ نيتروجين. يديني الكلام ده، ده احتراق الايزوكتين لوحده من غير ما بضيف مين؟ اللي هو الاي جي ار. قلنا الاي جي ار عندي اعتبر ان هو نيتروجين ودرجه حرارته كام؟ 1000. فانا عايز اقول ان انا لو ضفت كميه من النيتروجين هيديني التمبرتشر بتاعت البرودكتس بدل 2419 هيديني 2200. يبقى هعمل معادله ثانيه، اوكي، واضيف فيها مين؟ اضيف فيها كميتين. دي المعادله الاولانيه اللي هي دي، هي دي، اوكي. وهنا with gr ادي كميه الاي جي ار اهي يا شباب، نفس المعادله بس حطيت عليها مين؟ نيتروجين. كميتها انا ما اعرفهاش لان انا عايز اعرف الكميه اللي تخلي لي درجه حراره البرودكتس كام؟ 2200 بدل 2400. يبقى هعمل ايه؟ حط الاكس دي انون والبرودكتس هنا هتزيد طبعا عندي اكس، ويبقى المعادله كلها زي ما هي. واجي اقول ايه؟ سميشن بتاعت الايه؟ الرياكتنس وسميشن بتاعت البرودكتس، وهنا البرودكتس عند درجه حراره كام؟ 2200، والرياكتنس هنا عند روم ما عدا دي عند درجه حراره 1000. يبقى for the maximum temperature assume adiabatic، يبقى معنى كده sum of the enthalpy of the reactants equal sum of the enthalpy of the product. ودي الانثالبي فورميشن بجيبها من الجدول، ودي الانثالبي فورميشن بجيبها من الجدول. دي للبرودكتس ودي للرياكتنتس. هنا ال ni اللي هنا بواحد، هنا ب 15، هنا ب 56 وكذا، هنا ب x، تمام. دول الرياكتنتس. والبرودكتس هنا ب 8، هنا 9، هنا دي 56 بلس x ودي 2.5. يبقى اساوي ده بده، ومن هنا اطلع كميه الايه؟ الx اللي انا عايزه. اوكي دكتور، هو الام اي ديت مولكيولر ويت ولا نمبر اوف مولز؟ مولكيولر ويت. برافو عليك في السؤال ده. بص، المعادله دي ممكن تبقى ان اي اتش اي بس، مش موجود فيها ام اي. امتى؟ لو كانت الاتش اي دي بيدوها لي بالكيلو جول بير كيلو مول، لكن الاتش اي اللي انا بستخدمها وعندي تيبل ليها عباره عن كيلو جول بير كيلو جرام، فمحتاجه اضرب النمبر اوف مولز في المولكيولر ويت عشان احولها لايه؟ لماس.
كيلوغرام تايمز اتش ار. تمام. يبقى هنا الرياكتنس بتاعتي ب 300 كلفن في ما عدا النيتروجين عند 1000، يبقى اجيب الاتش اي لكل الرياكتنس اللي هي دي ودي ودي، لكن ده بجيبه عند 1000 واحطهم هنا، والناحيه الثانيه كلهم عند 2200، والجدول بيديني الانثالبي فورميشن بتاع دول عند 2200، بحط الكلام ده هنا، اساوي الاثنين دول ببعض، والانون الوحيد هو الاكس، فطلعت لي هنا الاكس ب 16.28 كيلو مول. تمام. يبقى اخد النسبه دي على التوتال سم، هيديني نسبه الاي جي ار 17%، ودي نسبه اكسبتبل بحيث انها ما تاثرليش على عمليه الايه الاحتراق. تمام كده يا شباب، وبكده يكون دي النهايه بتاعه الشابتر ده ونهايه الكورس. في اي اسئله يا شباب؟ ناخد اتندنس. ناخد اتندنس، ماشي، اكتب انت الاسماء. طب احنا بدل ما نكتب الاسماء ممكن ندي الدفعه كلها 5 درجات بونص. ندي الدفعه بس مش الدفعه كلها موجوده هنا، 105 انتوا المفروض 180، لو كنتوا 180 كنت اديت لكم كلكم بونص. نعملها ازاي طيب دي؟